سعداء جدا ان احنا متواجدين معاكم النهارده، احنا اللي متواجدين معاكم وده شرف لينا. احنا شفنا الامثله والنتائج بتاعه السنه اللي فاتت في اصعب الظروف، في اعضاء حققت 3 ألقاب وفي اللي حقق لقبين وفي اجتهاد ما شاء الله وفي تطور دايما، وده الرساله اللي احنا دايما بنتعلمها في ماي واي. زي ما انتم بتتكلموا على النجاح بتاعكم وقصه نجاحكم، انا برضو دخلت ماي واي اول ما اتخرجت من الكليه، وربنا كرمني ان انا اشتغلت في شركه تحت قيادة رجل عظيم، رجل اتعلمت منه الأمانة وعدم الاستسلام والنجاح وكل الأدوات اللي أنا أقدر أنجح بيها وأتفوق بيها، أستاذ محمد منصور. تحية كبيرة جدا جدا لأستاذ محمد. طبعا احنا اتعلمنا من استاذ محمد عدم الاستسلام، ودي الرساله اللي استاذ محمد دايما من صغرنا وهو بيعلمها لنا من 14 سنه من اول ما اشتغلت في الشركه، ودي الرساله اللي احنا بنوصلها للفريق بتاعنا، وما شاء الله كلهم مجتهدين، ودي حاجه تشرفنا ان احنا شغالين في ماي واي. ان شاء الله ماي واي فيكم هتبقى رقم. فخورة اليوم بالقيادات اللي حققوا ألقاب، فخورة جدا بالقيادات والأعضاء اللي بينوا على ثقتهم وحبهم. Oh, man.
كونوا هاني
بزاف. انا بديت في ماي واي من سنه 2017 ومازال لحد الان وعاد كنهز الليدر ديالي ولا للاستسلام. لن اطيل عليكم، يعني ناخذ خمس دقائق عشان اعرف بعض حضراتكم لسه لم يصلي العصر وبعضكم امامه طريق طويل، فناخذ كمان خمس دقائق. كويس؟ كويس. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. بداية كنشكر الأستاذ أحمد منصور أبو عوف على الزيارة ديالو وعلى هذا الحفل الكبير اللي تنجو فيه القيادات. كنشكر الأستاذ مصطفى على التعب ديالو معنا وعلى يعني كنشكرو مسكين طيب سمحنا منو. كنشكر الموظفين كاملين ديال عين السبع، الموظفين الفرع كاملين، موظفين ديال طنجة بحكم أنا في مدينة طنجة، كنشكرهم كاملين، شكرا جزيلا لهم. حقيقة ماي واي خيرها كثير علينا، فضلها كثير علينا. كيف ما قالوا القيادات جميعا ما غاديش نزيد عليهم، قالوا كثير، فتنقول انا في الدعاء ديالي اللهم اديمها نعمة واحفظها من الزوال. فعلا ماي واي نعمة، فيا ربي يحفظها لنا ويدينها علينا ان شاء الله تعالى، وان شاء الله ماي واي العالمية، وغادي نباركوا ان شاء الله تعالى جميع دول العالم ان شاء الله، ان شاء الله باذن الله. يعتبر استسلام ونحن في المغرب لا نستسلم، يعني نموت ولا نستسلم. حد قال كده يعني، حد عجبني يعني التي قالت هذا. نموت وموت ونحيا. أيضا قالوا هذه ليست شركة ديالك، هذه شركة ديالنا. قالوا أيضا نحن لدينا مرونة فائقة وسنعمل كل ما في إمكانياتنا لكي ننجح. نعم. أنا تأثرت جدا بما قالوا، ليس لأني يعني أريد أن أستسلم، ولكني يعني كرجل عجوز وقديم. لا 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 20 سنة. يعني أرى أن المشاكل كبيرة جدا، وأنا أشفق على الجميع ولكني يعني ما رأيته من حماستهم أمس وما رأيته من حماستكم اليوم، أنا معكم حتى آخر لحظة في حياتي. بتحبوا مين؟
أشعر بالسعادة الحقيقية. يعني كما شفتم اليوم كما رأيتم الفريق الموظفين فريق المغربي قام بالحفلة وقام بكل شيء تقريبا كل شيء فعلا. وهم يعني في حوار معهم أمس صحيح؟ كنا في حوار أمس وقلت لهم أني يعني بلغت 60 منذ أسبوع. مبروك سنة سعيدة سنة سعيدة سنة. متتالية في الكورونا والأزمة الاقتصادية العالمية وهذه الضغوط الشديدة على الاقتصاديات والأسعار والشح والمنتوجات والكتالوجات والمعنويات ويا جماعة خذوا عني هذه المسؤولية خذوا عني هذا العبء ودعوني أذهب أستمتع بستينياتي و الكلام ديالي بالدعاء اللي علمنا الاستاذ محمد منصور ابو عوف هو كيقولوا دائما فاش كيكون طالع في سن الشركه اللهم اني تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحبلك وقوتك يا ارحم الراحمين. شكرا للاستاذ محمد منصور على هذه الفكره الرائعه على فرصتنا في هذه الشركه العظيمه وهي شركه ماي واي التي كانت بعنوان عائله واحده واصبحت دوليه. نعم. من هنا الانطلاقه نحو العالميه مع الاستاذ محمد منصور. شكرا ليك شكرا للاساتذه كل واحد بالاسم ديالو كل واحد اعطى من وقته لهذه الشركه باش توصل للعالميه. شكرا للموظفين من اصغر وحده لاكبر وحده شكرا لهم جنود خفاء كيعملونا ويخدموا معنا عبر الهاتف ما عمر شي حد خسر لينا. شكرا. انا عايزاكم تعرفوا
منصور ما يوال باش ان شاء الله نوصل الاهداف ديالي.